السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناة أثاث الثقة. كما عودناكم الصالونات غير جديد، غير الصالونات الفخمة والجميلة. اليوم جبنا لكم موديل بزاف شباب خاوتنا اللي سميناه القبطان. أضربوا عليه لمحة ودوك نشرحوه لكم خاوتنا. هاد الصالون خاوتنا اللي سميناه القبطان راه فيه 7 بلاص كيما راكم تشوفوا، فيه 4 فوتيتا اون بلاص كيما راكم تشوفوا، وفيه اون بونكات تاع 3 بلاص. القادة تاعو جد مريحة خاوتنا، وفيها ان بوكي بزاف شباب خاوتنا كيما راكم تشوفوا، راح تلقاوه في القادة تاعو، وثاني راح تلقاوه في الظهر كيما راكم تشوفوا. لو ديزاين تاع الظهر ثاني خاوتنا بزاف بزاف شباب، سكولتاج بالبرونزي حاجه شابه بزاف خاوتنا، اللي راهو مخدوم كامل بالاثر. راح تلقاو لو ميم سكولتاج في لي زاكودوار خاوتنا كيما راكم تشوفوا، راهو مخدوم ثاني كامل بالاثر. لي بي والسوك ثاني اللي راهم كامل بالاثر خاوتنا، وفيهم لو سكولتاج حاجه بزاف شابه خاوتنا كيما راكم تشوفوا. الروا بلاص تاعو خاوتنا اللي نقدروا نقولوا يرفد حتى 4 عباد ونورمال، واسع بزاف الله يبارك كما راكم تشوفوا. راح تلقاو لو ميم بوكي في القاده تاعو خاوتنا، والقاده تاعو بزاف مريحه خاوتنا، حاجه بزاف شابه. راح تلقاو لو ميم بوكي في الظهر كما راكم تشوفوا خاوتنا. السكولتاج هذاك خاوتنا راهو كامل بالاثر كما راكم تشوفوا، اللي راهو في اللون البرونزي اللي يخرج بزاف شباب. وكما راكم تشوفوا في الوسط راهو كابيتوني بالانتيطاج، حاجه بزاف شابه خاوتنا. هذا الصالون فيه سكولتاج بزاف بزاف شباب خاوتنا، زادلو في الجمال تاعو. لي بي لي راهم بالاثر خاوتنا كما راكم تشوفوا، كامل بالاثر، مام السوك تاعو، وفيه لو ميم سكولتاج كما تاع الاون بلاص خاوتنا. وثاني لو صالون قبطان تجي معاه لاطابل باز تاعو خاوتنا، اللي راهي مخدومه كامل بالاثر، وفيها لو ميم سكولتاج كما لي فوتاي، حاجة بزاف شابة. هنايا راهي مخدومة برخام خاوتنا، هذه رخامة كيما راكم تشوفوا، حاجة بزاف شابة خاوتنا. صالون القبطان رانا دايرين له 21,800,000 مع النقل 58 ولاية. للاستفسار ما عليكم غير بالاتصال بالأرقام اللي راهم أسفل الشاشة. شكرا لكم على متابعة الفيديو، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.